انتظمت مساء أمس بحمام زريبة من ولاية زغوان الدورة الرابعة لتظاهرة مسار زريبة بالليل، وهي تظاهرة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وأيضا التشجيع على السياحة الجبلية والتعريف بمواقع ولاية زغوان الطبيعية الخلابة. أكثر من 700 مشارك و70 أجنبيا قادموا للقرية البربرية زريبة العليا لتأسيس التظاهرة السياحية الرياضية زريبة باي نايت بزغوان. هذه التظاهرة في دورتها الرابعة تتطور وتجد إشعاعا دوليا، وهو ما يطمح له منظم هذا الماراثون للتعريف بخصوصية المنطقة التاريخية والبيئية والثقافية. التظاهرة هذه قاعدة تتطور من عام لعام، أثناء يعني أكثر من 700 مشاركة، أكثر من 70 أجنبي مشاركين فيها من جنسيات مختلفة، من ألمانيا، من إنجلترا، من فرنسا، من الهند. كل عام قاعدة تتطور ليفينمون هذايا. التظاهرة هذه في الليل بور فير ليكسيبسيون سا، باش العباد اللي تحب الطبيعة تشوف الطبيعة في الكوتي في الليل. فما حيوانات يعرضوهم في الليل، فما الكالم تاع الليل، فما الريحة اللي تطلع، فما اللي ميديتي. شفتوا فريق الترجي الرياضي جاو باش يحضروا بريباراسيون مونتالي فيزيك في الليل، عندها قيمة. وزارة الشباب والرياضة في شخص الوزيرة ثمنت هذه التظاهرة وأكدت أنها بالتعاون مع وزارة السياحة سيستنسخون هذه التجربة في عديد المناطق الأخرى لتشجيع الناس على الرياضة والتعريف بالمخزون الثقافي لعديد الجهات. دوز تظاهرات كيف ما هكايا ان شاء الله في جندوبة وفي بنزرت وفي بقية الولايات اللي شهدت يعني الحرائق، باش نأكدوا فيها راهو كون وغاباتنا وجبالنا، هذيك راهي ثروة طبيعية، ثروة اللي حتى الزاد البشري موجود. المشاركون في هذا الماراثون أكدوا أنهم سعداء باكتشافهم لهذه المناطق الخلابة، معتبرين أن أكبر مكسب من هذه التظاهرة هو التعرف على أصدقاء جدد. تمكنك باش تقرب الأجانب، باش تقرب الناس لبعضها، باش تقوي الألفة والمحبة بين الناس. حاجة أول حاجة محبة العباد، كل مرة تجي الكومبيتيسيون كل مرة تعمل أصحاب جدد، هذيك أكثر حاجة أني نشيخ عليها. وبيان سور معناها سبور هذيك حاجة باهية. المرة نجي بلاصة ياسر مزيانة، جيت شو نصور بور بروفيتي وكل شيء، فريمون تعرفونا ياسر وتتعرف على برشا ناس جدد. زريبة باي نايت تظاهرة ثقافية رياضية تحتاج لدعم الحكومة لتصبح قطبا من أقطاب السياحة الجبلية والرياضية لما تتميز به المنطقة من خصائص جغرافية وطبيعية وتاريخية.